حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 29 من حزيران ممارسات تخرج طلاب الدورة 112، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية المتخرجين ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالكراديس المستعرضة، إذ قدم سيادته جملة من التوصيات والتوجيهات للطلبة والكوادر المشرفة عليهم، مشيدا بجهودهم في العمل بروح الفريق الواحد لغرض تقديم صورة مشرفة تليق بتاريخ هذه المؤسسة العريقة. بعدها ناقش سيادته مع المعنيين مراحل إنجاز البنى التحتية والمنصة، موجها بالإسراع في تهيئة جميع المتطلبات والمستلزمات الخاصة بمفاصل الكلية العسكرية. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 29 من حزيران مديرية المشات، إذ استمع سيادته إلى إعجاز مفصل بشأن المهام والوظائف وآلية عمل المفاصل المرتبطة بالمديرية، بالإضافة إلى مناقشة المعاضل والإعاز للمعنيين بتأمين متطلبات هذا الصنف المهم والحيوي. اجتمع السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 30 من حزيران بقائد بعثة حلف الناتو في العراق، وتناول اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك، فضلا عن تقديم الخبرات في كافة مفاصل المؤسسة العسكرية في إطار دعم الجهود الرامية لتطوير قدرات الجيش العراقي. حضر السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش يوم الاثنين الأول من تموز الممارسة النهائية لتخرج طلاب الدورة 112 في الكلية العسكرية، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية المتخرجين واستعدادهم لتنفيذ فقرات الاستعراض، بالإضافة إلى متابعة التفاصيل التي تخص الجوانب الفنية والإدارية. وبهذا قدمت التوصيات والتوجيهات للطلبة والكوادر المشرفة على العمل بروح الفريق الواحد لغرض تقديم صورة مشرفة تليق بتاريخ هذه المؤسسة العريقة. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء 2 من تموز انعقاد مؤتمر تأمين متطلبات الدورة 114، وتناول المؤتمر مناقشة الاستعدادات والإجراءات المتخذة لتأمين متطلبات ومستلزمات استقبال الدورة، بالإضافة إلى أهم المعوقات. وبهذا الصدد أكد السيد رئيس الأركان على ضرورة الاهتمام بالجوانب الفنية واللوجستية والإدارية التي تخص الدورة المذكورة. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء 2 من تموز مؤتمر خطة الإنفاق المالي لوزارة الدفاع المقترحة لعام 2024، وتناول المؤتمر مناقشة محور الموضوع من قبل الحضور وإبداء الآراء والمقترحات والملاحظات وأصدار التوجيهات والتوصيات بشأن ذلك. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الخميس 4 من تموز ممارسة تخرج الدورة 87 الأكاديمية العسكرية، إذ اطلع سيادته على ممارسة الطلاب المتخرجين وجاهزيتهم لتنفيذ أنواع المسير والوقوف على جاهزيتهم، بالإضافة إلى باقي التحضيرات والاستعدادات اللوجستية والإدارية، مشيدا بجهود القائمين على تلك الصروح والمؤسسات العريقة في زج الدماء الشابة لصفوف القوات المسلحة. We'll be right back.